بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. هذه الحلقة نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذا الأخ ذاكر من جدة يقول: رجلان أحدهما عنده 600 رأس من الغنم، يطعمها ويسقيها ويداويها من ماله ويبيع نتاجها، فهل عليه زكاة في هذه 600؟ وثاني يشتري ب100,000 ريال غنما ويطعمها ويسقيها حتى تسمن ثم يبيعها ويشتري بهذا المال غيرها وهكذا، فهل يزكي أيضا هذا المبلغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يربي الأغنام لأجل البيع والاتجار بثمنها، هذه عروض تجارة، يجب الزكاة فيها على أنها عروض تجارة في قيمتها، يجب الزكاة في قيمتها. فإذا باع شيئا منها يزكي القيمة، وإلا إذا لم يبع شيئا منها وهو ينويها للبيع إنه يثمنها بما تساوي عند تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به ويزكيها على أنها عروض، على أنها عروض تجارة. نعم. والثاني نفس الشيء. ونفس الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها محمد من تبوك، يقول: أمي لا تعرف تقرأ، هل يجوز أن أقرأ القرآن بنية أن الثواب يصل لها مع العلم أنها على قيد الحياة؟ هذا لم يرد به دليل، قراءة إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الغير لم يرد به دليل يعمل به، والأصل أن العمل للعامل، أن ثواب العمل للعامل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما ورد الدليل لأنه يجوز إهداءه للغير كالصدقة والدعاء والحج أو العمرة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل أن الثواب للعامل لا يكون لغيره. نعم. أيضا يسأل يقول: ما هو الفرق بين السيئة والخطيئة؟ لا فرق بينهما إلا من ناحية الاسم فقط، السيئة هي الخطيئة. نعم. سؤاله الأخير: والمعصية. السيئة والخطيئة والمعصية كلها بمعنى واحد، لكنها تتفاوت، تكون كبيرة وتكون صغيرة. نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله، كيف يحقق المسلم هذه الشهادة وما هي أركانها؟ نعم، شهادة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لا بد أن يعرف معناها ويعتقدها ويعمل بمقتضاها. فمعناها لا معبود بحق إلا الله، لا بد يعرف هذا، لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وما عبد سواه فهو باطل. ومقتضاها أن يخلص العبادة لله، فلا يشرك بالله شيئا في جميع أنواع العبادات، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. أم بسام من الرياض تقول: أنا متزوجة وقد نظرت أن أصوم شهرين متتابعين إذا تحقق أمر، وقد تحقق ولله الحمد، وأنا قادر على صيام الشهرين، لكن المشكلة هي أن زوجي يطالبني بالحق الشرعي نهارا، وخصوصا أن الفترة قد تمتد إلى 3 أشهر بسبب العذر الشرعي عندي، هل لو كفرت كفارة يمين تجزي عن النذر؟ فما الحكم؟ لا ما تجزي، لازم من الصيام شهرين متتابعين، وليس لزوجك الحق أن يمنعك من أداء الواجب. نعم، له الحق أن يمنعك من الصيام التطوع، أما الصيام الواجب ليس له أن يمنعك. إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا الصيام فإنه ليس له حق في أن يمنعك. أما إذا كان الصيام وقته موسع يمكنك أن تؤجليه إلى وقت آخر، تؤجلينه إلى الوقت الذي تتمكنين به من صيام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإنسان يخلد في النار ولو كان في قلبه حبة خردل من الإيمان؟ المؤمن لا يخلد في النار، وإن دخلها بمعاصيه وسيئاته فإنه لا يخلد في النار، ولو كان في قلبه إيمان ضعيف. قال صلى
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بالنسبة للموظف وهو رمز الاسم بعبد الله، يقول الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ نعم إذا كان راتبه ودخله لا يكفيه لسنته هو وأولاده يجوز له أن يأخذ من الزكاة. نعم أيضا هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما رأيك في من يقول إن طلب العلم في قراءة الكتب فقط ولا يتعلق ذلك بالعلماء الأفاضل، وإنه يقول إذا عرضتني مسألة من المسائل أبحث فيها وبعد ذلك إذا ما استعصت أردها إلى المشايخ، فما هو تعليق فضيلتكم؟ هذا كلام جاهل لا يعرف طلب العلم. العلم بالتلقي ليس بالقراءة من الكتب فقط، وإنما هو بالتلقي عن العلماء، وأما الكتب فإنها أداة في طلب العلم وليست مرجعا أو ليست هي الأستاذ أو المدرس الذي تأخذ عليه العلم، لأنك تخطئ في فهمك وفيما قرأت. وأيضا الكتب ليست ما عدا كتاب الله وسنة رسوله ليست معصومة، كن فيها أخطاء وأنت لا تدري، فلا تعتمد على الكتب لتعلمك، بل اطلب العلم على العلماء واستعمل الكتب للاستعانة بها، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم المدرسين الذين تطلب العلم عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول ما رأي فضيلتكم في المرأة التي تخفي جزءا من المال للإنفاق على ولدها؟ نعم إذا كان عندها مال وتخفيه من أجل أن تنفق على ولدها من أجل أن ولدها لا يتكل على ذلك ويكسل، وإخفاؤه لغرض صحيح لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول إذا دخلت المسجد وهو في التشهد الأخير هل لي أن أنتظر أم أدخل معه؟ إذا كنت تعلم أنه سيأتي ناس انتظرهم وصلوا جماعة، لأن الجماعة الأولى فاتتكم. ما إذا كنت لا تعلم أن هناك من سيأتي إنك تدخل معهم لتحصل على الفضل، ولا تصلي وهم يصلون ولا تتأخر عن الدخول معهم تحرم نفسك من الثواب. نعم. أبو هيثم من الأردن بارك الله فيكم مقيم في المملكة يقول في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، لكن الأولى أن يأخذ ما دفع، وإن طلب زيادة لا بأس بذلك. قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا عام يعم القليل والكثير، ولكن الأفضل أنه يأخذ المهر الذي أعطاها، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنا نذرت أكثر من مرة وصمت الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، هل هذا يجزي؟ لا، النذر لابد من أدائه على صفته، إذا كنت نذرت أياما أو شهرا فلابد من أدائه على ما نذرت، ولا يجزي صيام الاثنين والخميس إلا إذا نذرت صيام الاثنين والخميس، أو نذرت نذرا مطلقا أن تصومي أياما معدودة وغير متتابعة يجزي صيام الاثنين والخميس بنية النذر. نعم. هذا السائل حفظكم الله يقول هل علي شيء إذا نسيت التشهد الأول ونسيت أن أسجد سجود السهو؟ إذا ذكرت قريبا من صلاتك فإنك تسجد للسهو، أما إذا فات الوقت وطال الفاصل فإنه يسقط عنك سجود السهو. نعم. هذا يقول بارك الله فيكم هل يجوز اللحاق أو الإسراع بالالتحاق أو إدراك الركعة؟ نعم لا يسرع لأجل إدراك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم ركع رضي الله عنه دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يمشي بالسكينة والوقار ويدخل مع الإمام فيما أدرك ويتم ما فاته، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المال المتراكم في البنك من الفوائد الربوية، هل يتركها للبنك أم يأخذها ويتصرف بها على فقراء ومساكين؟ إذا كان تاب إلى الله من المرابات وعنده مال مجتمع من الربا وقد تاب إلى الله عز وجل وعزم أن لا يتعامل بالربا فإنه يضع هذا المال في مصارف أنفع الناس، لأنه مثل المال الضائع الذي ليس له مال. أما إذا كان يقول أتعامل مع البنك وأخذ الفوائد ويستمر على هذا ويصرفها على هذا لا يجوز، الربا حرام ولا تقبل الصدقة من الحرام. أبو سالم من تبوك
تقول أبي يملك الأموال والعقارات ولا يزكي أمواله، وبينا له أحكامها وأحكام تاركها، هو يغضب غضبا شديدا إذا ذكر بزكاة المال ويقول إن شاء الله يهديني لذلك فقط في إخراج زكاة المال وهو مصلي وصوام. نعم، أحسنتم في موعظة والدكم وتذكيره بوجوب الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في الإسلام، مقامها عظيم، ألحوا عليه، وإذا رأيت منه تكاسلا أرسلوا له من يؤثر عليه من أصدقائه أو من طلبة العلم واحرصوا عليه حتى يخرج الزكاة، ولا تتركوه وتقولوا أن بلغناه يكفي، لا، داوموا على مناصحته وعلى الإلحاء عليه بإخراج الزكاة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يقول ما رأيكم بالذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي أم سعيد؟ نعوذ بالله من هذا القول. الله جل وعلا أمرنا بالتوبة والاستغفار مع أنه قدر المقادير، ومع هذا أمرنا بالتوبة والاستغفار، لأن الذنوب والمعاصي من فعلنا ومن كسبنا وباختيارنا وإرادتنا، علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر منه. وليس القضاء والقدر حجة على فعل المعاصي، إنما هو حجة في المصائب، إذا أصابك شيء تقول قضاء الله وقدره، تصبر. أما المعاصي هي فعلك وكسبك، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، تترك المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر أيضا حفظكم الله، هل لزيارة القبور وقت محدد بالنسبة للرجال، وهل هناك وقت نهي لزيارة القبور، وما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور؟ ليس لزيارة القبور وقت محدد، وإنما حسب ما يتيسر للإنسان يزورها في أي يوم تيسر له ذلك. وأما زيارة النساء هي محرمة للقبور، محرمة، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. والحكمة في ذلك والله أعلم لضعف المرأة عن الصبر إذا رأت قبر قريبها أو محبوبها، قد يأخذها الجزع تتسخط لقضاء الله وقدره على ميتها. وأيضا المرأة عورة وفتنة إذا ذهبت إلى المقبرة وحدها، قد يستغلها الأشرار وتحصل مفاسد. نعم. ولكن لها أن تصلي على زوجها وهي في العدة؟ لا مانع إذا كان في بيتها أو قريبا منها أو المسجد قريب منها صلي عليه. أحسن الله إليكم. عبد العزيز من الدوادم يقول ما حكم وضع المصحف في السيارة خوفا من العين؟ هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ الحروز والتمايم، لا يجوز هذا. المصحف لا يحمل من أجل دفع العين أو من أجل دفع الضرر، إنما يحمل لأجل التلاوة، تلاوة القرآن والمراجعة القرآن. أم رماس من المدينة المنورة تسأل عن الصلاة السنة قبل صلاة الظهر، هل هي أربع وهل هي بسلام واحد أم بسلامين؟ الصلاة الراتبة قبل الظهر ركعتان، وإن جعلها أربع ركعات فهذا أفضل، صلى أربعا قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وإن صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهذا أفضل وأتم. أبو نور حفظكم الله من جدة يقول من حلف بالله وهو يعلم أنه ليس بصادق وذلك من أجل الإصلاح بين الزوج وزوجته، هذا كذب اليمين ولا يجوز الحلف وهو كاذب، والإصلاح لا يكون باليمين، إمكان أن يصلح بينهم الكلام الطيب، حتى الكذب إذا كان لأجل الإصلاح يكذب لكن بدون يمين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول متى يكون فعل الأسباب مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ الأسباب يكون مشروعا إذا كانت الأسباب مباحة، إذا كانت الأسباب مباحة وتوصل إلى أمر مباح ولم يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتكل على الأسباب. وأما إذا كانت الأسباب تفضي إلى محرم فسد الذرائع واجب، لا يجوز له أن يعمل الأسباب التي توصله إلى محرم، أو الأسباب نفسها محرمة أيضا لا يتخذها، أو يعتمد عليها ويظن أنها هي اللي تأتي له بالمطلوب، هذا لا يجوز لأن هذا شرك بالله عز وجل. نعم. ما حكم مقولة الغاية تبرر الوسيلة؟ إذا كانت طيبة، كانت الغاية طيبة تبرر الوسيلة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وأما إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المرسل الدكتور محمد هبة يقول إذا كانت زوجة
خالي بنت عمتي هل يجوز لي أن أسلم عليها؟ لا، أنت عمتك أنت أجنبي منها، ولو كانت زوجة لخالك هذا لا يبيح لك، لا يجعلك محرما لها، أنك أجنبي منها إن كانت زوجة قريب. نعم. أبناء العمومة لوالدي هل هم من الأرحام؟ نعم، الأرحام يشمل القرابة من جهة الأب والقرابة من جهة الأم وإن بعدوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا ياسر بعث بهذا السؤال يقول: إذا فاتت علي ركعتين من صلاة المغرب ولحقت بالركعة الأخيرة، هل أصلي المغرب كاملا أم أكتفي فقط بما فاتني؟ إذا أدركت ركعة من المغرب وسلم الإمام فإنك تقوم وتأتي بركعة ثانية وتجلس للتشاهد الأول، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة ثم تجلس للتشاهد الأخير. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد الشامي من تبوك يقول: لماذا تدرك صلاة الجمعة؟ لا تدرك صلاة الجمعة إلا إدراك ركعة كاملة، فإذا جاء وأدرك الإمام لم يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية دخل معه قد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام على أنها جمعة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الجمعة فإنها تكون فاتت عليه الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويصلي ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد من الرياض يقول: ما حكم تأخير صلاة المغرب نصف ساعة بسبب الدراسة في أحد المعاهد ونصليها جماعة بعد ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الوقت موسع، لأن وقت المغرب موسع، فإذا أخرتموها لعذر من الأعذار فلا بأس. نعم. هذه الأخت رمزت لاسمها بميم ميم من الطائف، وهو السؤال الأخير، تقول: أنا طالبة في الكلية وقدمت اعتذاري ومكافآتي تنزل شهريا وآخذها، هل هذا حلال أم حرام؟ هذا يتبع النظام، إذا كان النظام يسمح لك بذلك فلا بأس، وإن كان النظام يمنع من هذا الشيء فإنه حرام ولا يجوز لك لأنه أخل بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء.